تظاهر أعضاء نقابة العمال ضد الإهمال الحكومي للمعامل والمصانع العراقية المتوقفة لتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة في العراق. دعونا نشاهد. خطورة على العاملين في تأهيل الحديد والصلب. توزيع الخطورة على العاملين في الحديد والصلب. صناعتنا عزنا. صناعتنا عزنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا شاطئين خرجنا بتظاهر سلمية اليوم نطالب بإعادة تأهيل المعامل والمصانع المتوقفة، وكذلك نطالب بدعم المنتج العراقي. وعدنا هي المطالب، هي مطالب اللي خرجنا من أجلها منذ عدة سنوات، وكذلك حل مشكلة البطالة اللي جاي يعانون معها الشباب العراقي وبالخصوص شباب البصرة، كذلك مشكلة اللي جاي نعاني منها خاصة بالبصرة اللي هي مشكلة العمالة الأجنبية اللي جاي يشتغلون بالبصرة. هنالك آلاف العمال الأجانب يشتغلون بالبصرة، وأبناء البصرة خريجين وغير الخريجين يملؤون الشوارع بدون فرصة عمل.